أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الصوف في المغرب، فاس وتطوان ومراكش، أنا عندي ما يقرب على 200 قفطان في التاريخ القفطان المغربي تقريبا من القرن 18 حتى الآن. عندي القفطان بطرس النطاع، عندي القفطان بهذا بالطرز الخرزة، عندي القفطان بالشرقة، عندي القفطان بالبهجة، عندي القفطان بجميع اشكالات ديال الحرير. كنحبو وكنحب اللي كيلبسو، والمرأة المغربية كتكون كتخرج بالزين غير كتعمل القفطان، كل شيء كيغر منها. أنسى المغرب لبسوا القفطان.